وأنا أتذكر ذلك دايما في الحدث من 2011 عندما كنت في القيادة العسكرية، وأدرك تماما حقائق الدور اللي لعبته قواتنا المسلحة في هذه الفترة وكيف تحملت مزيد من الأعباء، لكنها استطاعت بالفعل أن يعني تتصدى للمخاطر وتحملت ما تنوء عن حمله الجبال. خلينا أسألك يا فندم، منذ أن وصل القائد العام الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم في البلاد بانتخابات حرة وديمقراطية في عام 2014، احنا النهاردة في عام 2022، بعض الناس تشتكي وبعض الناس مبسوطة وبعض الناس تصلها معلومات مغلوطة، أنت كيف ترى المشهد الآن؟ اسمح لي بداية أن أنا أحدث حضرتك من واقع ابن من أبناء الشعب المصري العظيم، وكأحد أفراد القوات المسلحة المؤسسة الوطنية العريقة، وكعضو في مجلس الشيوخ الموقر، تعبيرا عن وجهة نظري ورؤيتي الشخصية كمشاهد ومتابع ومحلل الأحداث في مصر. بداية يا فندم، الأحداث منذ 2011 وحتى 2014 مرت الدولة المصرية بالعديد من المصاعب والمشاكل في كافة مناحي الحياة. المشاكل منها ما هو خارجي ومنها ما هو داخلي. المشاكل يا فندم، توقفت عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي، مشاكل فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، علاوة على المشكلات التي تواجه الدولة المصرية في كافة الملفات التي تمس المواطن. انقطاع مستمر في الكهرباء زي ما حضرتك ذكرت في حلقة حضرتك أمس، طوابير على مخابز العيش، الكثير من المشاكل. بجانب ذلك كان هناك محاولات من جماعة إرهابية، هذه الجماعة كانت تحاول إن هي تسعى لمحاولة سقوط الدولة المصرية سياسيا واقتصاديا. إلى جانب ذلك العزلة التي كانت تفرض على مصر لعزلها عن محيطها العربي والإفريقي وقطع العلاقات مع بعض الدول على مستوى العالم والحليفة، وترتب على ذلك هو وقف إمداد الدولة المصرية بالمعدات والأسلحة اللازمة لذلك. المشهد تغير كثيرا، وكانت نقطة التحول الرئيسية خلال الخطاب التاريخي الشامل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 24 سبتمبر 2014. هذا الخطاب يا فندم كان خطاب كامل وشارح لكل ما يتعلق بالدولة المصرية، جدول أعمال بداية من توضيح لحقائق الوضع الداخلي في مصر، ونجاح الشعب المصري العظيم في تغيير التاريخ مرتين، مرة عندما صار الشعب المصري ضد حكم الفرد والفساد وطلب بحقه في الحرية والعدالة الاجتماعية والعيش والكرامة، والمرة الأخرى صار وانتفض للحفاظ على الهوية الوطنية التي كانت تسعى فئة تحت ساتر الدين أن تستولي على الحكم وتفضل مصالحها الشخصية على مصالح الوطن. علاوة على كده شمل هذا الخطاب أيضا يا فندم بجانب ذلك استراتيجية مصر لمكافحة الإرهاب التي كانت تعاني منه في هذه الفترة، والاستراتيجية دي بنيت بالأساس على التعاون ما بين الدول والتنسيق في مجال المعلومات لتخفيف منابع الدعم للعناصر الإرهابية واللي كانت بتستند إليها لتنفيذ عملياتها واستعادة قدرتها. إلى جانب ذلك تضمن الخطاب أيضا رسم السياسة العامة للدولة المصرية بكافة مناحيها وخطة التنمية التي يسعى الشعب المصري إليها. إلى جانب ذلك الدور المصري للدخول في وحل الأزمات الإقليمية، الأزمة الليبية باعتبارها عمق استراتيجي، والأزمة السورية، ودعم الشعب المصري والقيادة المصرية لتطلعات الشعب السوري في تحقيق
حياة آمنة مستقرة. نعم. إلى جانب ذلك